فإن العبد إذا جلس جلسة التشهد وأراد أن يختم الصلاة فإنه يسأل الله عز وجل خير الدين والدنيا والآخرة. ومن هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تشهد ثم سلم قال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. ثم بين وقال: فليبدأ أحدكم بالثناء على الله. وكان السلف الصالح رحمهم الله يسألون الله في هذا الموضع لأنه موضع من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. فمن المواضع التي يستجاب فيها الدعاء بعد التشهد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الدعاء أسمع قال: أدبار الصلوات المكتوبات. وهذا يضيعه كثير من الناس إلا من رحم الله. كان بعض العلماء يشدد فيه ويقول: ينبغي للإنسان أن لا يترك همًا ولا غمًا في صلاة نافلة أو فريضة إلا ذكره بعد تشهده، واستعان بربه في قضائه وذهابه، والتجأ إلى الله جل جلاله في تفريج كربه. فهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في هديه القولي وفي دلالته للأمة. قال بعض العلماء: كان السلف الصالح يسألون الله من خيري الدنيا والآخرة بعد التشهد، حتى قال بعض السلف: والله إني لأسأل الله كل شيء حتى الملح في الطعام أسأله في هذا الموضع، لأنه موضع قرب من الله. لماذا؟ لأنك إذا ختمت الفريضة وأديت ما فرض الله عليك وخرجت من بيتك مجيبا لداعي الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، خرجت في ظلمة الليل أو بعد ضياء الفجر، أو خرجت في شدة الهاجرة والحر والقر، أو في شدة البرد فوقفت بين يدي الله فكبرت وركعت وسجدت وأديت الصلاة التي فرض الله عليك، فعندها سل تعطه، سل تعطه، وادع يستجيب الله لك. فهذا موضع من مواضع الإجابة، وموطن من مواطن القرب من الله عز وجل. قال بعض العلماء: إن الله ختم فرائض الشرع بإجابة الدعاء.